خلي الناس هي تخليك محبوب في القلب ديالها ودائما تعيش، حيت الا ترقمتي غتموت. ما عمر شي حاجه ما كتضل. شوف غير السباق الى تسابقوا، راه كاين ما شاء الله عويطه، راه كان كيجي هو رقم واحد. فينا هو عويطه؟ هو جا عويطه الاخت الداوديه اللي محطم كاع الارقام القياسيه غير بلسانو، باقي كيف ما كان، ماشي بحال هادوك اللي خانو. كل سطر طروا بوا بحال جوردن بلا ما نحتاج نشوف البانو. كيف جا كيف مشى، باقي مقاطع افريقيا سيدي علي ودانون. واخا طمعطعون عمري نبيع الماتش، واخا بين يدي البالون. باسيبا ما تجيكش غريبه، لان عوده الى بلاد السيبه. انت توحشتي القافيه وانا قلبي خليته في روسيا. الفرق بيننا وبينهم احنا باقين مؤخرين ألف سنة ضوئية. كل شي درتو قاتكم غير الفروسية، ودابا أجي نوريك فين هو عويطة الأخت الداودية. كيف ما كيعرف كل شي الأخ عويطة عداء وبطل عالمي، وهادو اللي كيبانوا على الصورة بناتو كاملين حاصلين على الدكتورة في أمريكان في اختصاصات مختلفة. ما تبعوش السياسة المتخلفة اللي ناجاها البلاد، ولا فكروا تاهما يهزو كمانجا. واخا تبارك الله وصل عنبي كيتوفروا على جميع المؤهلات. دابا السؤال اللي كيطرح راسو، علاش عويطة فضل يعيش ويربي ولادو في أمريكان وما عاش في المغرب؟ حيت المشكل في عويطة ماشي في المغرب. السيد كان كيجري بزاف مزدروب خصو غيوصل، أما المغرب لا زربة على صلاح فوق ما وصلنا. ياك الداودية كتشطحنا، ياك الداودية وعشرانهم اللي هضرنا على حقنا دارونا دخنا، ياك شحال ديال الحقره قدام عينينا شفنا وسكتنا. ياك دابا حنا في 2018 وباقي اللي طلع الفوق كيشتف علينا بحال شي جفنه. كثرت الهم والحقره ولا كيجينا كل شي عادي ولفنا. دابا المشكل ديال المغرب فيه جوج ديال الطبقات، الطبقه اللي لتحت هي اللي واكله العصا الجوع والفقصه شحال من حاجه خاصه، والطبقه اللي الفوق هي اللي عايشه الرفاهيه، الحياه زايه والدنيا هانيه، يشربوا سيدي علي ويدوشوا باهيه. اما الوسط يكذب عليك كذاب يقول لك كاين الخوا كاين الخواض، وديك الطبقة هي اللي كتعمر الفلوس في المخال. كتلقاهم عايشين مع الطبقة اللي لتحت ولكن كيدافعوا على الطبقة اللي الفوق. ديك الطبقة هما اللي كيقول لك واش بغيتونا نوليو بحال سوريا. وتخيلوا معايا كتسقسي غير شحال في الساعة عينيك كيخرجهم وكيقول لك واش انت بغيتينا نوليو بحال سوريا. واحد النهار استقبلني واحد المسؤول كبير في المكتب ديالو بلا ذكر الاسماء، راكم عارفين التشهير ما فينا ما يصيفطونا للبرودة، جربنا البروده في روسيا وما جاتش معانا. ما علينا، قال لي ولدي انا كنحترم هاد الجرأة اللي فيك، ولكن اللي خصك تعرف باش نعيشوا في هاد البلاد ضروري خاص واحد الطبقه تضحي، وفهمني باللي حب الوطن تضحيه. من ديك النهار عرفت راسي انا ماشي مواطن، انا غير ضحيه. داك المسؤول ما قدرش نجاوبه ديك الساعه، ولكن دابا غادي نجاوبه. اول حاجه ماشي حنا اللي درناكم، نتوما اللي على الكراسي كتناوبوا، وحنا ضحاو جدودنا ورجعوا البلاد اللي نتوما بعتوها، وضحاو والدينا وصيفطوهم للحباسات على كلمه الحق قالوها، ولكن ما بغيناش يضحيو هادو على شي حاجه كاع ما داروها. وما فيها باس تضحيو نتوما واخا غير مره باش يعيش كلشي مزيان. راه ملينا من داك السيستم ديال الطبقه اللي لتحت تضرب تماره وتشقى، والطبقه اللي الفوق كترقى. يلا تهلاو، ونوصيك دير المزيان هو اللي قدامك غادي تلقى. اجي قبل ما تمشي غادي تقول لنا كي درتي مشيتي لروسيا. هاد السؤال زوين غادي نجاوب عليه. انا صيفطتني وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه. واش من علاقه عند وزاره الاوقاف بالكره؟ ما عندهم حتى شي علاقه، ولكن هما صيفطوني باش ندخل روسيات الاسلام. ودخلوا هادو اسرار الدوله اش دخلك فيهم؟